مرحبا بك على موقع اسبيرونس تونس بوينيت. الترجي بعد مقابلة صعبة في جيبس اليوم رجع للانتصارات. شو والله هذه يعني خدمة يعني الخدمة اللي نترمم فيها يعني قاعدين نخدم بها وقدنا ملكاش قاعدين نخدم برشا الحمد لله يعني رزتها قاعدة ظاهرة واللي نخدم ليها قاعد موجود في تينا إن شاء الله يعني ديما جيد نطلق ونقدم إن شاء الله. خالد رينيك شديد الكورة أكثر من لازم شوية زميتان حبيت على هدف شخصي نتاعك فيني حبيت المركي مونتويا في بالي في نادي حسين نادي الهادي بخيسة مرحوم الحمد لله ربحنا ونادي والانتصار للأول.